صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأصبحنا وأصبح الملك لله، وصباح اللقاء والتفاؤل أحبتنا مع بداية هذا التواصل يجمعنا وياكم عبر شاشة تلفزيون قطر وبرنامجكم الصباحي اللي يتواصل معاكم في كل صباح على مدى ساعة ونص مع مواضيع وأيضا تغطيات وغيرها من المواضيع المحلية اللي نقدمها لكم من خلال برنامج فيضحة. صباح الخير عليكم أحبتنا، وتواصل جميل يجمعنا وياكم. صباح السعادة أحبتنا. يوم الأربعاء الماضي أقامت جمعية قطر الخيرية مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور 30 عاما في الخدمة الإنسانية حول العالم، ومن خلال هذا المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في جمعية قطر الخيرية، ومنها السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، وأيضا السيد جاسم الجاسم، إضافة إلى مدير إدارة التنمية المحلية السيد علي العتيق. ومن خلال هذا المؤتمر تم التطرق إلى مجموعة من مشاريع قطر الخيرية محليا وأيضا عالميا، إضافة إلى التحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي بحضور سفراء شبكة التواصل الاجتماعي لجمعية قطر الخيرية، وأهمية هذه الوسيلة في إيصال التبرعات من المحسنين في دولة قطر إلى جميع المحتاجين في دول العالم. خلونا وياكم نتعرف أكثر على هذا المؤتمر من خلال عدسة فيضحة اللي كانت موجودة في مؤتمر قطر الخيرية في المقهى الجزيرة الإعلامي.
هذا الملتقى الأول لشبكة قطر للتواصل الاجتماعي، شبكة قطر خيرية للتواصل الاجتماعي. احنا في الحقيقة بدينا أعمال هذه الشبكة، هي عبارة عن مجموعة من الإعلاميين ومشاهير في السوشيال ميديا ينتمون لهذه الشبكة، أعضاء في هذه الشبكة يقومون برصد كثير من برامجنا وأنشطتنا الداخلية والخارجية للمجتمع، فهم عبارة عن جسر تواصل بيننا وبين المجتمع وبين المجتمع وبين قطر الخيرية. انضمامي لسفراء شبكة التواصل الاجتماعي كان بالنسبة لي في البداية كان في تخوف، أني حسيتني مش قد المسؤولية اللي خدتها، يعني لقب سفير في قطر الخيرية خصوصا في شبكة التواصل الاجتماعي كان يبي له وايد شغل على أساس أنا فعلا أكون أستحق هذا اللقب بجدارة. قطر الخيرية شاكرة أن هي اختارتني أكون ضمن سفراءها. أتمنى أكون فعلا وصلت الرسالة وحققت اللي أنا أتمنى وحققت هدف قطر الخيرية في أن أنا أكون فعلا سفيرة وبجدارة لها. قبل 3 أشهر انطلقت شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى استخدام وتطويع وسائل التواصل التكنولوجية بما يخدم العمل الإنساني والخيري، وأيضا لتحفيز المجتمع القطري للتكاتف معا من أجل العمل التطوعي وأيضا التبرعات الخيرية بما يخدم المحتاجين حول العالم، ومن خلال مشاريع قطر الخيرية المختلفة التي دائما تدعم كل المحتاجين. لا شك ان لجمعية قطر الخيرية، وانا اعتبر نفسي واحد منهم وولدهم، الشرف انه اشخاص مثلكم بيكونوا موجودين بهذه المبادرة. منظومة اعلامية متكاملة تضمن حشد اكبر عدد ممكن من الجماهير مع انشطة وبرامج قطر الخيرية المنوعة الداخلية والخارجية. الملتقى كان فرصة طيبة جمعتنا مع أخواني سفراء شبكة التواصل الاجتماعي لقطر الخيرية، التقينا مع بعض بعد الوقت الطويل اللي دشنا فيه فكرة الشبكة. أعلنت قطر الخيرية فيه عن أهم الإنجازات اللي تحققت، وأطلقت كذلك سلسلة من المشاريع الجديدة بأفكار جديدة تسويقية، من ضمنها حملة أغث وزكي وعمر والكثير من المشاريع اللي راح يتولاها كل سفير من سفراء قطر الخيرية للترويج لها للسنة الجاية. كذلك فكرة الصفحة الجديدة اللي راح تكون صفحة باسمها الدال على الخير، هذه راح تكون متاحة للجميع سواء من داخل قطر أو خارج قطر، بفلسفة تسويقية رائدة جدا لقطر الخيرية في كيفية التسويق والترويج للمشروع الخيري وإيصال رسالته للجميع. بركة جهود قطر الخيرية من خلال السعي الدؤوب لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات وأيضا تحفيز المجتمع القطري من خلال تكاتف جميع الأفراد في عملية العمل الإنساني وأيضا الخيري في مختلف مشاريع قطر الخيرية، مثل ما شاهدنا وياكم أحبتنا من خلال هذا الملتقى الذي تزامن مع مرور 30 عام في الخدمة الإنسانية لقطر الخيرية. تم إقامة الملتقى الأول شبكة قطر الخيرية لوسائل التواصل الاجتماعي، اجتمع مجموعة من سفراء الجمعية وأيضا الشخصيات البارزة المؤثرة في الدولة من خلال التكاتف لتحفيز المجتمع على جمع التبرعات لإعانة المحتاجين محليا وأيضا عالميا. وأحبتنا وأجدد مشاريع قطر الخيرية هو مشروع الدال على الخير اللي من خلاله يقدر كل شخص أنه هو ينشئ مشروع الخيري وأيضا جمع التبرعات إلكترونيا. أحبتنا، من بعد ما تعرفنا وياكم على مشاريع قطر الخيرية خلونا نتعرف الآن على مجموعة من الأخبار المحلية وأيضا العالمية مع جولة الأخبار الصباحية. يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا، وخلونا نبتدي وياكم جولة الأخبار الصباحية بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى دولة قطر عالمياً من خلال جريدة العرب القطرية قطر في جينيس بأكبر مفتاح. شهد المسرح المفتوح بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مساء أمس
تدشين أكبر مفتاح لمستوى العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وسط حضور جماهيري كبير. كانت قد تولت شركة دلتا فابكو القطرية صناعة المفتاح محليا الذي يعد الأكبر في العالم، حيث يبلغ طوله 7.8 متر فيما يبلغ وزنه 2.7 طن وعرضه 2.8 متر ويبلغ وزن قاعدة هذا المفتاح 1.3 طن. ننتقل إلى خبر آخر، واخترنا لكم هذا الخبر من جريدة الشرق القطرية عن كهرماء. ومع ارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف في دولة قطر، خطة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف. علمت جريدة الشرق القطرية من مصدر مطلع بالهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أن المؤسسة عقدت اجتماعا على مستوى قياداتها ومديري الإدارات اليوم لوضع خطة طوارئ عاجلة لمواجهة زيادة الأحمال على شبكتي الكهرباء والماء مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم. الله يعود علينا هذا الشهر الفضيل للفاقدين والمفقودين، وهذا دوركم أحبتنا كمواطنين وأيضا كمقيمين وأفراد يعيشون على هذه الأرض الطيبة، الاهتمام بعملية الترشيد وعدم الإسراف والتبذير في استخدام المياه وأيضا باستخدام الكهرباء. ثالث أخبارنا في جولتنا الصباحية مع الأخبار المحلية من جريدة الوطن القطرية. افتتاح مركزي التمامة وروضة الخيل الصحيين. أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن اكتمال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لافتتاح مركزي التمامة وروضة الخيل، وذلك خلال شهر يونيو القادم. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن المركزين يتميزان بمساحتهم الكبيرة والتجهيزات الطبية الحديثة وفق النظم العالمية، وأيضا يقدمان خدمة صحية متكاملة بأعلى المعايير الطبية والإدارية. رح نختم وياكم جولة الأخبار المحلية مع جريدة الراية القطرية، وهذا الخبر عن بدء التسجيل المبكر لبرنامج الابتعاث الحكومي. أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تلقي طلبات التسجيل المبكر لبرنامج الابتعاث الحكومي للعام الحالي لإعداد كفاءات لشغل المناصب والوظائف التخصصية. وتقول الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن التسجيل المبكر متاح حاليا على موقع البرنامج على الإنترنت، مشيرة إلى أن طلبات القبول مخصصة للقطريين وأبناء القطريات وحاملي الوثائق القطرية. انتهينا وياكم من جولة الأخبار الصباحية المحلية من 4 صحف محلية قطرية، وننتقل وياكم إلى مجموعة من الأخبار العالمية، وهذا الخبر ويعتبر تحذير للمرأة الحامل حيث يحذر من تناول حمض الفوليك. حذر بحث جديد من أن تناول الحامل للكثير جدا من حمض الفوليك وشكله الطبيعي فيتامين B12 يمكن أن يزيد من خطر إصابة الطفل بمرض التوحد. وأيضا توصل البحث من خلال هذه الدراسة الذي تضمن 1391 أم وطفلها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المستويات المرتفعة جدا من فيتامين B12 تزيد من خطر المرض ب3 أضعاف. ويوجد حمض الفوليك في الفاكهة والخضروات في حين أن النسخة التركيبية منه تستخدم لتقوية الحبوب والعيش. بشكل عام أحبتنا دائما ننشد هذه النصيحة ونتوجه بالرسالة لجميع من يشاهدنا إن كانت المرأة الحامل أو غيرها من مشاهدينا الأعزاء، لابد دائما من مراجعة الطبيب والاستماع إلى نصائح كل طبيب مختص بما يختص بحالتك. إذا كانت المرأة الحامل أكيد اتباع هذه النصائح حتى تكون بصحة وعافية هي وجنينها، وبالنسبة لباقي أفراد المجتمع الابتعاد عن بعض المأكولات وأيضا المشروبات اللي ممكن تأثر على صحتكم. وفي حال لا سمح الله إحساسكم ببعض الأعراض في صحتكم لابد من مراجعة الطبيب. ننتقل وياكم إلى خبر آخر ويتحدث عن بعض المشروبات والأطعمة الخفيفة اللي ممكن يعتقد البعض أنها هي عدوة الوزن. حذر خبراء من أن تناول الأنواع الخفيفة من الأطعمة التي يفضلها الشخص والتي تساعد على فقدان الوزن تشير إلى أن الأنواع الخفيفة من الحلويات، المشروبات الغازية أو الوجبات الخفيفة
قد تؤدي فقط إلى تناول المزيد من البدائل منخفضة السعرات الحرارية على المدى الطويل، وبالتالي فإن هذه الأطعمة لا تساهم في تقليل السمنة بين الأشخاص، بل تساهم في تحفيز الشخص إلى تناول العديد من الأغذية الأخرى، وقد تكون أغذية دسمة، لأن المشروبات الغازية أو بعض الحلويات وبعض الخفايف اللي أنتم تعتبرونها ممكن تكون مسليات على مدار اليوم لا تشعركم بالشبع، وخاصة أن هي بعض المنتجات اللي لا نعتبرها منتجات غذائية صحية قد تكون أيضا ضارة بالنسبة للإنسان، لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن وغيرها من المواد المفيدة للجسم. لذلك اهتموا باستخدام أو تناول تحديدا المأكولات والأغذية اللي راح تفيد جسمكم وتعطيكم الطاقة والحيوية. رح نختم وياكم جولة الأخبار الصباحية مع هذا الخبر وهذا الابتكار الجديد اللي راح يساعد عدد كبير من الأشخاص اللي يحبون السفر وما ودهم أنهم يعتمدون على أحد يرشدهم على الأماكن السياحية في هذا البلد. لذلك تم ابتكار أعزكم الله حذاء ذكي للإرشاد السياحي. طورت شركة طيران بريطانية حذاءً ذكياً فريداً من نوعه يعمل بمثابة مرشد سياحي عند السفر للدول الأجنبية، إذ يصدر رنيناً ويهتز اهتزازات بسيطة للتنبيه بحدوث تغيير في المسار بهدف المساعدة على الوصول إلى الوجهة المطلوبة. زودت الشركة حذائها الذكي اللي اسمتها سنيكرز بأجهزة استشعارية وتقنيات الاتصال اللاسلكية من بلوتوث وجي بي اس لتحديد المواقع مرتبطا بالهاتف الذكي عن طريق تطبيق خاص، وتقنيات البلوتوث يوجه المسافر لدول أجنبية بالاتجاهات داخل المطار وكيفية العثور على الحقائب وبوابة الخروج، بالإضافة إلى معلومات عن الوجهات السياحية المراد الوصول إليها داخل الدولة. نعتبر هذا الابتكار قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض الآخر، لكن عموما أحبتنا أكيد الكثير من الابتكارات راح تكون مفيدة بالنسبة لكم إذا أحسنتوا استخدامها. انتهينا وياكم من جولة الأخبار الصباحية المحلية وأيضا العالمية، ونوعدكم في حلقتنا اليوم بمجموعة من المواضيع، ومنها راح نتكلم بعد الفاصل عن إحدى مشاريع طالبات الإعلام في جامعة قطر. ودكم تتعرفون على هذا المشروع؟ انتظرونا بعد الفاصل. يعطيكم العافية أحبتنا ويا هلا ومرحبا فيكم من جديد، ما زلنا نتواصل معاكم، ومثل ما قلت لكم قبل الفاصل راح نتكلم في أولى فقراتنا عن إحدى مشاريع التخرج. حاليا طلاب جامعة قطر يعملون ويجتهدون على قدم وساق لإنهاء هذه المشاريع، كما تم إقامة مجموعة من الفعاليات وأيضا البرامج تزامنا مع هذه المشاريع المختلفة، الهدف منها أكيد نشر الرسالة الإيجابية على حسب رؤية كل مشروع. وياكم راح نتعرف على إحدى المشاريع اللي قام بها ثلاث فتيات، ولكن يسعدنا أن احنا نستضيف المتحدث الإعلامي عن هذه الحملة، حملة قولك يفرق، معاكم أخوكم عبد الله فطيس المري. حياك الله ويانا. الله يبقيش، مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك يا عبد الله. ومشروع قولك يفرق إحدى المشاريع اللي الفتت انتباهي من خلال مشاركتكم في معرض إعلامي غير شكل اللي تم إقامته على مدى يومين الأسبوع الماضي في جامعة قطر. صحيح. وكانت فرصة للتعريف بهذا المشروع، لذلك ننتهز فرصة وجودك معنا يا عبد الله وتعرف مشاهدينا ما هو الهدف من إقامة هذه الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر تلفزيون قطر على استضافتنا لهذه الحلقة وأتكلم عن هذا المشروع. طبعا المشروع هو مشروع تخرج لاخواتنا خواتنا في قسم الاعلام مسار العلاقات العامه. نعم. اللي هو الاتصال الاستراتيجي تحت مسمى قولك يفرق. تهدف هذه الحمله الى توعيه المجتمع باهميه وقوه الكلمه وتاثيرها، سواء كان هذا تاثير ايجابي ام سلبي على المجتمع. نعم، من خلال الكلمات اللي راح تاثر، قوه الكلمه اللي تاثر على الاشخاص. نعم عبد الله، هذه الحملة لها رؤية معينة،
من خلال هذه الرؤية يحاولون جاهدين الثلاث طالبات الله يوفقهم إن شاء الله في مشروعهم لترسيخ مفهوم هذه الحملة بعنوان قولك يفرق. ما هي رؤيتهم؟ رؤية هذه الحملة في البداية ركزوا على هذه الكلمة، كلمة قولك يفرق. ليش ركزوا عليها؟ بداية لأنها مهمة في المجتمع، استخدمتها المجتمع كقوة كلمة. ثانياً الموضوع هذا لم يستخدم أو لم يستهلك بشكل كبير، واستلهموا هذه الفكرة لصنع الرؤية من شخص اسمه محمد القحطاني. نعم. وهذا الشخص حائز على المركز الأول في الإلقاء والخطابة. لو نرجع لقصة أخونا محمد القحطاني، أعتقد أنه سعودي الجنسية. لو نرجع لقصة محمد القحطاني في بدايته كان عنده مشكلة في مخارج الحروف والنطق فيها. نعم. فما كان ينطق بالصورة الكافية. فنتاج تشجيع زملائه، أخوانه، عائلته له، تحدى نفسه وأثرت هذه الكلمات الإيجابية له، فإنه يصبح أول عربي يأخذ هذه الجائزة في فن الخطابة في العالم في أمريكا. ما شاء الله، هذا أكبر دليل. وكان في حوار متبادل بيني وبين الطالبات المشاركات أو القائمين على هذا المشروع وحملة قولك يفرق، بما معناها أن الكلمة ممكن تخلق فرق كبير. يعني حتى في بداية يومنا لما نسمع كلمة إيجابية راح تخلي يومنا جدا سعيد، وبالعكس الكلمة السلبية راح يكون لها تأثير جدا سلبي. من خلال حملتكم عبد الله، أو كونك المتحدث الإعلامي عن هذه الحملة، وراح نتكلم أكيد عن دورك في الحملة ومشاركتك مع أخواتك في مشروع قولك يفرق، كان لكم مجموعة من البرامج والمشاريع في داخل الجامعة وأيضا في خارجها. نعم. تعرفنا. نعم. عليها. بالنسبة للمشاريع، أنتجوا أخواتنا أختي صافية الهاجري وأختي مي المري وأختي شيخة الدوسري، أنتجوا فيلم يعرضونه على الجمهور، بحيث أنهم يعرضون الحياة اليومية للأفراد وكيفية صدور هذه الكلمات سواء كانت إيجابية أو سلبية وكيفية تأثيرها على المجتمع. نعم. أقاموا العديد من الدورات والندوات في داخل وخارج الحرم الجامعي، كان آخرها ورشة عمل مقدمينها لموظفين وإداريين شركة أوركس بالتعاون مع جمعية وياك للصحة النفسية. نعم. ايضا تم اقامه ندوه بحضور مجموعه من الشخصيات. نعم، في. نعم. جامعه قطر كان هناك ندوه، في كان اللي الاخوه الزملاء اللي كانوا موجودين في الندوه من مختلف زوايا رؤيه المجتمع. فمثلا في شخص يتكلم في اطار اكاديمي، في شخص يتكلم في اطار اعلامي، في شخص يتكلم في اطار نفسي، ففي شخص يتكلم عن إطار ديني، بحيث نحن نؤكد للمجتمع ما اقتصرناها فقط على الإعلام. نعم. شفنا لها زوايا أكثر من زاوية، بحيث أنها يعرض كل شخص زاوية قوة الكلمة وتأثيرها من الزاوية التي ينظر لها والمنظور الخاص فيه، بحيث نحن نوصل لحد أعلى أو أوسع في المجتمع. نعم. عبد الله، كما هو معروف ولا يختلف اثنان أن وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة جبارة في إرسال الرسالة الإيجابية وأيضا للأسف بالنسبة للبعض السلبية. كحملة قولك يفرق، شلون قدرتوا تستخدمون هذه الوسيلة بطريقة إيجابية لتفعيل دور الحملة ورؤيتها؟ طبعا أطلقنا هاشتاج في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو باسم الحملة قولك يفرق، بينا فيها قبل إطلاق الهاشتاج. إحنا استخدمنا استبيان للحملة خاص بالحملة. نعم. الاستبيان هذا فتحناه لمدة 3 أيام، جاوب على هذا الاستبيان ما يقارب 500 شخص. نعم. وكان جواب الأشخاص على هذه الأشياء على هذا الاستبيان مبين أنهم تعرضوا لكلمات سواء كانت إيجابية أو سلبية. ولكن اللي لفت نظر المجموعة أو فريق العمل في السؤال المفتوح كان يقول هل واجهت كلمة إيجابية أو سلبية وكيف كان أثرها عليك نفسيا؟ هل وصلت لكم قصص؟ في صراحة مؤثرة. هو للأمانة الأسئلة المفتوحة حين لما نستخدمها في الاستبيانات على الجمهور دائما الناس يسوي لها سكيب، يعني ما يلاقي لها اقبال، يتجاوزون. نعم. هذا السؤال. لكن احنا انصدمنا ان 70% تم الاجابه على السؤال، بنسبه 70%. اغلب الاجابه على هذا السؤال كانوا يذكرون انهم تعرضوا لكلمات ايجابيه وكانت من قبل الوالدين في التشجيع سواء كانت للدراسه سواء كان للعمل.
والفئة الأخرى كانت سلبية وأثرت على مجريات حياته في هذه الأشياء. هذا أكبر دليل أن شعار ورؤية هذه الحملة قولك يفرق، أن الكلمة لها تأثير كبير، ودائما الكلمة الطيبة صدقة، فإذا الإنسان تصدق بهذه الكلمة لأي شخص ممكن يغير مجرى حياته بشكل إيجابي. الطالبات الثلاث وقع اختيارهم عليك يا عبد الله حتى تكون المتحدث الإعلامي عن هذه الحملة، تكلمنا عن دورك وما أهمية وجود متحدث إعلامي عن حملة. أنا بقول لك الحاجة، أول شيء هو للأمانة شيء جديد، نعم، ويمكن أغلب المشاهدين أو أغلب اللي يعرفون فيه ممثل إعلامي يستغرب شلون الحملة هذه البنات، واللي تكلم عن حملة ممكن يقولون حتى مشروع تخرج يعني. وهو مشروع تخرج. احنا عندنا في مسار العلاقات العامة عندنا مبدأ في العلاقات العامة، بحيث نحن نخلي الطالبات، فكرة الطالبات بالتعاون مع الدكتورة، طبعا الدكتورة إيمان عيسى هي اللي ساعدتنا في نحن نسوي، نوجه لها تحية أكيد، تحية الدكتورة إيمان أكيد، بحيث أن الطالبات في مشروع التخرج يحاولون يسوون يطبقون مبادئ العلاقات العامة في مشروعهم، بحيث أنهم يديرون كيفية إدارة العلاقات العامة، كيفية وضع لهم ممثل رسمي، كيفية وضع لهم متحدث، كيفية وضع مشارك، كيفية تحديد الأدوار، تحديد الأدوار، بحيث أنهم يثبتون للمجتمع أن جامعة قطر تنتج طلبة وجنود إعلاميين مستقبلين إن شاء الله، ويعرفون يديرون ويطبقون مبادئ العلاقات العامة بشكل صحيح. عبد الله، حضرتك وزميلاتك أيضا في هذا المشروع خير من يمثل الإعلام القطري بالتأكيد، من خلال استخدام الفكرة اللي تنتقونها أو تأخذونها من خلال مقرراتكم في جامعة قطر وتطبيقها في هذه المشاريع أكيد راح يساهم في موضوع رفع الدرجات في مشروع التخرج. فحدثنا عن مشروع التخرج، متى راح تتم مناقشته؟ بإذن الله، طبعا مشاريع التخرج عندنا في قسم الإعلام في جامعة قطر راح تكون في يومين، اليوم الأول تاريخ 22 إن شاء الله في قاعة، راح يصادف يوم الأحد القادم، يوم الأحد القادم في قاعة ابن خلدون، راح يتم عرض مشاريع مسار الصحافة ومسار العلاقات العامة اللي هو الاتصال الاستراتيجي. أما في تاريخ 26 راح يكون في مبنى البحوث وخاص بمشاريع الإذاعة والتلفزيون. نعم عبد الله، راح تكون الدعوة عامة بالنسبة للجمهور للحضور، وحنا نقتنص هذه الفرصة لندعو الجمهور المشاهد وندعوكم أنتم كتلفزيون قطر تزورونا وتشوفون إبداعات إخواننا في قسم الإعلام بإذن الله الواحد. نتشرف بوجودنا وياكم وأتمنى لكم كل التوفيق عبد الله. بالنسبة لك وبالنسبة لزميلاتك المشاركات في حملة قولك يفرق، ودعوة أيضا لكل من يشاهدنا حاليا، إذا حابين أنكم تتعرفون على هذه الحملة أكثر، برامجهم وفعالياتهم وأيضا مشروع تخرجهم، متابعتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإنستغرام وأيضا تويتر. عبد الله، الإنستغرام وتويتر وسناب شات له قولك يفرق، قولك أندرسكور يفرق. وحن حابين نحن نقدم تحية وشكر، لأن في البداية من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لرعاة الحملة وهم مركز الطباعة الرقمية وشركة أوريكس وشركة علاقات، إضافة إلى الجمعية القطرية للسرطان وجمعية وياك أصدقاء الصحة النفسية، بالإضافة إلى جريدة الشرق. ويعطيك العافية أختنا وتلفزيون قطر، بيض الله وجههم، ما قصروا على استضافتنا هنا في البرنامج. نعم يعطيك العافية عبد الله، أتمنى لك كل التوفيق من جديد، وأيضا تحية موجهة لكل زميلاتك والقائمين على حملة قولك يفرق. شكرا يا عبد الله. شكرا أستاذ. أحبتنا، من بعد ما تعرفنا وياكم على هذا المشروع بعنوان قولك يفرق على مدى يومين، الأسبوع القادم راح تكون مناقشة مشاريع التخرج في جامعة قطر يوم الأحد والأثنين في قاعة ابن خلدون، وهذه دعوة نجددها لكل من يشاهدنا للحضور وأيضا دعم طلبتنا في تخصص الإعلام. أما الآن راح نتعرف وياكم على إحدى الأجدد دوارات الموجودة في قطر بعنوان دوار التراث في منطقة المعمورة، وهذا التعاون اللي جمع ما بين وزارة الداخلية وأيضا وزارة البلدية. خلونا نشاهد التقرير وعودة لكم بعد الفاصل. طبعا احنا على علم بعدد كبير من الدوارات اللي كانت تحتاج الى تجميل او لمسه جماليه في دوله قطر.
احنا من فتره عملنا بعض الدورات في منطقه العزيزيه مع احدى الشركات، عملناها انترلوك بالكامل، لكن الفكره تطورت. يعني احنا حاولنا يعني نحاول نجمل الدوار بغير الانترلوك، يعني حاولنا نزرع بعض الدورات، لكن الفكره اللي تقدمت فيها الشركه فكره جديده صراحه ورائده، ان نستخدم الموارد الطبيعيه في الدوله مع بعض المثبتات الخاصه بالشركه، شركه المستقبل لتثبيت التربه، قامت باستخدام يعني التربه اللي موجوده اصلا في الدوار وبعض المثبتات اللي هي صديقه للبيئه، وعملت هذا المجسم الصراحه الرائع. شركه المستقبل لتثبيت التربه بتعليمات من الشيخ سعود بن حمد بن مبارك الثاني والشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك ال عبد الرحمن الثاني بضروره التواجد بصفه مستمره في العمل الخدمي، ففكرنا ان احنا في دورات كثيره موجوده داخل الدوحه ما عليهاش اي اشكال جماليه نتيجه لعدم وجود ميه ونتيجه لكثره الاعمال اللي موجوده، فقلنا ان احنا نستخدم المواد خاصه مواد كيميائيه صديقه للبيئه. تقنيه السول ستابلايزر هي مواد كيميائيه صديقه للبيئه بنقدر ان احنا نتعامل بيها بشتى الطرق، وهي بتعتمد على انها ووتر بيز بنستخدم المياه فيها بصفه مستمره بحيث ان اثناء عمليه البخر بيحصل بخر وبيحصل تماسك في جزيئات الرمله نفسها، ونقدر نعمل بيها سمكات زي ما احنا عايزين، نقدر نعمل بيها اشكال جماليه، نقدر نعمل بيها طرق، بنعمل بيها الترنيتيف اسفلت، الاسفلت البديل، مشايات داخليه، ونقدر نستخدم فيها اشكال جماليه باكثر من طريقه. المجسم مساحته 220 متر، استخدم كمية وقت 25 يوم، عدد ساعات عمل 1400 ساعة، 2 مهندسين كانوا موجودين بصفة مستمرة مع مراقب مع 6 عمال مع أدوات الرش الخاصة بتثبيت الترب، ودايما ما بنقولش غير حاجة واحدة بس، إن قطر تستحق الأفضل. أهلا ومرحبا فيكم من جديد أحبتنا، وصباح الإيجابية والسعادة والتفاؤل وصباح الوجيه الطيبة اللي تتابعنا في هذه اللحظات. زميلنا خليفة الرماحي راح يطلعنا على أحد الفعاليات الإيجابية والجميلة واللي الهدف منها دمج إخواننا وخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، راح نتعرف عليها أكثر من خلال وجوده في روضة المطار. نصبح عليك بالخير خليفة، صباح الورد. صباح الخير زميلة أسماء، طبعا في البداية نصبح عليك ونصبح على جميع مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة تلفزيون قطار عبر برنامج في الضحى. نعم احنا اليوم متواجدين في منطقة المطار وبالتحديد في مركز التأهيل والتعليم التابع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك معرض اسمه نرسم البسمة بأيدينا، راح يكون معنا الأستاذ طالب عفيفة وهو عضو مجلس الإدارة. أستاذ طالب صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور وشكرا لكم على حضوركم، وتمس صبح بالخير على أخواني بالاستوديو. نعم أبو عبد الله، في البداية حدثنا عن هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. المعرض هو معرض سنوي عمره حاليا 16 سنة تقريبا أو 16. المعرض طبعا يحتوي على أعمال يدوية لذوي الاحتياجات الخاصة من حرف يدوية ومن تدوير المخلفات، يعني اللي تقدر الإنسان يعني شخص مثلا انتهت من استخدامها إعادة تدويرها مرة ثانية لكي تكون من التحف أو من الأشياء هذه، يعني من الله يعزك الكرتون أو عبوة الماء، يعيدون تدويرها لأشياء مفيدة للمجتمع. نعم لاحظنا، كم عدد المشاركين أبو عبد الله في هذا المعرض؟ والله تقريبا 20 شخص تقريبا. 20 طفل اليوم من فئة البنات. من فئة البنات نعم. نعم. يعني يمكن الآن راح نلاحظ أيضا من خلال الشاشة الآن. طبعا هذا المعرض الجميل وبأيدي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فعلا أبدعوا في هذا المعرض، قل لي عنهم كيف كان لما عرفوا فكرة إقامة هذا المعرض وهو 16، كيف كان شعورهم؟ نعم حقيقة شعورهم أنا ما أقدر أوصف شعورهم حقيقة، لأن
هم يعني فرصة لهم أنهم يشوفون إبداعهم على أرض الواقع. فحقيقة مثل هذه الأشياء أو مثل هذه المعارض هي دعم نفسي ومعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة لإحساسهم يعني بتواجدهم في المجتمع، يعني لإنتاجيتهم بين إخوانهم. فهذه صراحة يعني شعورهم شيء يعني لا يوصف. نعم، إذا ودنا بعد نتكلم عن الأسر وما يبذلون من جهد تجاه أبنائهم من ذوي الإعاقة أو نقول من ذوي الاحتياجات الخاصة. فعلا ولاحظنا، يمكن أنا أبغي أسأل على وجه التحديد، لاحظنا أن ما زال البعض والقليل القلة القليلة منهم ما زال يتحفظ على ابنه في الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في من خلال شاشات التلفزيون. أبغي كلمة لهم يا أبو عبد الله من خلال هذه الدقائق. نعم، بالنسبة لموضوع اللي هو أولياء الأمور وعدم يعني الرغبة في ظهور أبنائهم، فأنا أولا أقول لهم الله أنعم عليه الإنسان بأشياء كثيرة فمنها هذه الإعاقة. نعم، الجمعية بتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله الثاني تعمل يعني جاهدة على هذا الموضوع للثقافة للتوعية المجتمع. في السابق كان ما يخفى على الجميع يعني المعاق يقعد 20 إلى 25 سنة محبوس في البيت خجل اجتماعي، ولا زال الخجل الخجل الخجل. فالجمعية دأبت حاليا أنها يعني تطلع من القوقعة اللي هم عايشين فيها إلى يعني أن المعاق إنسان منتج جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. فنتمنى من أولياء الأمور أن يعني يعون بأن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة هو جزء من لا يتجزأ منهم، هو يعني شخص عادي، يعطونه الفرصة يعطونه الثقة، فهو مصدر فخر للجميع حقيقة. نعم، طبعا الدولة ما قصرت بشيء، كل شيء سوته للتذليل الصعوبات من أمام ذوي الاحتياجات الخاصة. فنتمنى أن احنا نحذو حذو توجه الدولة باهتمامهم بذوي الاحتياجات الخاصة بكل ما ينفعهم بالتوعية. فهذه الرسالة. يعني نلاحظ أيضا أبو عبد الله نماذج كثيرة في دولتنا الحبيبة قطر من أبناء طبعا هذه الدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني على سبيل المثال للحصر، يعني نتكلم مثلا عن غانم المفتاح اللي اليوم أصبح له طبعا جمهور كبير ومتابعين كثار من خلال طبعا السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح اليوم يعني مثل ما قلت نموذج يحتذى فيه. لماذا؟ وأكيد هذا بدعم أسرته وبدعم مجتمعه، لكن أيضا نتمنى من الآخرين أيضا أن يحذون حذو أهل قانم وغانم. يعني كان بودنا أيضا توجه لهم كلمة إلى اللي للآن متمسكين بأبنائهم في منازلهم. أنا أتمنى من أولياء الأمور اللي لحد الآن طغي عليهم النظرة يعني أو الاستحياء من أبنائهم أن ينظرون مثل ما ذكرت إلى غانم المفتاح اللي أصبح رمز من رموز الدولة، رموز ذوي الإعاقة، يعني اللي بتحدوا كل الظروف رغم ظروفها الصعبة في إعاقته. فنتمنى أنهم يحذون حذو غانم المفتاح وأن يكون مصدر فخر لهم وأن يعطونهم يعني الفرصة وأن يطلقون العنان لهم فعلا، وأن يكون لهم يعني فعلا مصدر فخر. بارك الله فيك يا ابو عبد الله. انا في نهايه هذا اللقاء اشكرك جزيل الشكر، اتمنى لكم التوفيق في هذا المركز، ونتمنى التوفيق لابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصه كل توفيق. شكرا لك وجزاكم الله خير، رحم الله والديكم. والديك. يعني مثل ما شفتوا اخونا الاستاذ طالب عفيفه وهو عضو مجلس الاداره، يعني ما قصر، اطرانا بكثير من الكلمات والتوصيات. ودائما نخص ابنائنا ذوي الاحتياجات الخاصه نقول دائما قد تكونون افضل منا بكثير فيما تقدمون لهذا الوطن، وفعلا احنا ما نحس انكم ذوي احتياج او ذوي اعاقة، بالعكس نحس انكم اسوياء وتقدمون يمكن ما لا يقدمه الصحيح. لكن دائما نقول سامحونا على قصور بذر منا من خلال نقلنا لهذه الفقرة. والان ارجع للزملاء والزميل اسماء الحمادي في الاستديو.
يعطيك العافية يا خليفة، ما قصرت من خلال هذه التغطية، وعودة لكم من جديد أحبتنا في استديو في الضحى، وراح نتحدث وياكم في ثاني مواضيعنا في حلقة اليوم عن تكاتف واهتمام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف من خلال مشاريعها وأيضا برامجها المختلفة محليا وخارجيا لتفعيل دور العمل الإنساني والخيري. وياكم راح نتعرف أيضا على مشاريعهم التي تم إقامتها في الفترة القادمة وأيضا في الفترة هذه الفترة من خلال مجموعة مشاريع مع السيد عبد الناصر الفخرو مساعد مدير سفراء الرحمة في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف. حياك الله ويانا. الله يحييك أختي أسماء، أهلا وسهلا فيك ومرحبتين، وشكرا على الاستضافة الثانية هذه، الله يرحم والديك. يا أهلا ومرحبا فيك، ودائما منورنا بوجودك ويانا. أهلا وسهلا فيك. ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية من الجمعيات الخيرية اللي يشهد لها بالبنان. نحن نتشرف أيضا باسمي باسم ثاني بن عبد الله، مؤسسة ثاني بن عبد الله راف، أن نكون إضافة في تلفزيون قطر ودولة قطر بنشر العمل الإنساني والخيري في دولة قطر. نعم. وخارج دولة قطر. بما أنك تفضلت السيد عبد الناصر بذكر اهتمام المؤسسة وأيضا مختلف الجهات في الدولة بالاهتمام بتفعيل دور العمل الخيري والإنساني، لو نتكلم تحديدا عن دور مؤسسة راف، ما هو دوركم في تفعيل موضوع تغيير مفهوم العمل الخيري أو تفعيل هذا الدور بشكل إيجابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى صحبه ومن والاه. العمل الإنساني طبعا احنا نستمده من القرآن والسنة وأيضا من السلف الصالح وأيضا من حكوماتنا الموقرة، يعني العمل الخيري تم تغيير المفهوم العمل الخيري من فقط من بناء مساجد وبناء المصطلحات اللي كنا متعودين عليها في السابق الى عمل المستشفيات، الى عمل ايضا المشاريع السكنيه. يعني في السابق مثل الكلمه هو عارف الاغاثه تطورت الى المناطق المنكوبه. نعم. يعني الكل ايضا يعلم من فترة حتى كان سمو الأمير الوالد اللي يوم أمر ببناء غزة، ببناء المدن في السودان، بناء المدن في الخارجية، هذا كل عمل إنساني وخيري. فأحنا كلنا نستمد طاقتنا ونستمد العمل الإنساني من القيادات لله الحمد عندنا. فالآن إحنا كل من تطور، الآن إحنا بدينا بخلق، خلينا نقول خلق مشاريع جديدة وخلق مواضيع جديدة على مستوى العالمي. العمل الآن إحنا يمكن أنا وصلت قبل شوي معلومة وتناقشت بمعلومات جديدة أن بدنا نطلع يعني عمل إنساني في المستشفيات، عمل إنساني أيضا في الرياضة، تغير عما هو متعارف عليه سابقا. كانت معظم التبرعات أو اللاحظ على كوبونات التبرع بناء مسجد، بناء آبار المياه. نعم. أو من خلال تمكين اقتصادي، لكن حاليا أيضا إنقاذ أرواح. فعلا هذا. نعم. هذا حقيقه. الان هو فعلا مثل ما تفضلتي في السابق بئر، عمل بئر، عمل الان لا ولله الحمد، الان في عمليات فتح قلب، الان في السابق كفاله يتيم، الان كيف تعلم اليتيم. جميل. في السابق كيف توفر مؤونه الشهر، الان لا، كيف انه هو بنفسه انه كيف تشغله كتمكين اقتصادي. نعم. انه يصرف على اسرته ولمده سنه. يعني هذه ديمومه تعلمناها انها تكون تغير الفكر الاساسي اللي كان انه بدل ما انا اعطيك السمكه الان اعطيتك السناره كيف تصطاد فيها. نعم. هذا التغيير التفكير الخيري اللي تم تغييره فقط. وهذا فضل من الله طبعا سبحانه وتعالى، وأيضا الجيل اللي طلع على الساحة، الجيل المتعلم، الجيل خلينا نقول الجيل الجديد اللي بدأ يفكر ويعطيك أفكار جديدة. نعم. فعلا الحقيقة يعني. والوسيلة للوصول لهذا الجيل الجديد أكيد من خلال الوسيلة المستخدمة حاليا، وسائل التواصل الاجتماعي. الملاحظ أن عملية التبرع وجمع هذه التبرعات للمحتاجين إن كان محليا أو أيضا دوليا من خلال الجمعيات الخيرية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نتكلم عن هذه النقطة المهمة.
حاليا التواصل الاجتماعي طبعا يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني في جميع المجالات اكيد يعني السوشيال ميديا الان يعني وانت ما شاء الله استاذه فيها الواحد ما يبي يمدح نتعلم منكم استاذ لا بالعكس يعني انت ما شاء الله احنا نتعلم منك الله يبارك لك يا رب طبعا التواصل الاجتماعي الان في السناب في الانستغرام الان يعني انا استغربت في رحلتنا الاخيره وهذه من هذا المقام اوجه تحيه للاستاذ صلاح اليافعي استاذنا وبنقول نوجه له اجمل تحيه للاستاذ التربوي اكيد نعم نعم فجال اتصال تجينا اتصالات من السعوديه ومن جميع انحاء العالم يقول له احنا نبي نقدم تبرعاتنا بس شلون عن طريق التواصل طبعا الاجتماعي يعني نعم. فهذه شوف كيف التواصل الاجتماعي احنا كنا في منطقه فجينا اتصالات عالميه كيف نبي نوصل لكم التبرعات فهذا دليل ان التواصل الاجتماعي هادف نعم. التواصل الاجتماعي توصلك الى تبارك الله انك توصل الى الهدف المنشود له نعم استاذ عبد الناصر حضرتك تفضلت وذكرت الرحله الاخيره اللي اجمعت ما بين طلبه اكاديميه سباير بقياده الاستاذ التربوي صلاح اليافعي وايضا بتنظيم من مؤسسه الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الانسانيه للسفر الى اللاجئين السوريين واخواننا في المملكه الاردنيه الهاشميه والاطلاع على احوالهم هناك من خلال السوشيال ميديا او تحديدا من خلال وسيله السناب شات تعرفنا على هذه الرحلة وأكيد لوسائل التواصل الاجتماعي الدور الكبير لو تعطينا فكرة عن هذه الرحلة الرحلة الجميلة والله هذه الرحلة يعني طبعا مثل ما تفضلتي يعني أنا أسميه الأستاذ صلاح اليافعي أسميه صلاح الدين فعلا قائد هي طبعا في البداية هي بدايتها قصة نعم بداية هذه الرحلة قصة تربوية عجيبة وفي يعني وفي في في مراحلها قصة وقصص في بدايتها سبحان الله هذه الرحلة تأخر عندنا طالب تسمحي لي أقولها أيوة تأخر فضل. عندنا طالب جوازه ما وصل احنا طيارتنا الساعة 8 الصباح الجواز ما وصل عند موظف الساعة 7 احنا كلنا دخلنا الاستاذ صلاح موجود مع الطالب برا استاذ صلاح وصل الرجال قال لا ما وصل احنا كلنا انا فقدت الامل تبقت ساعه على اقلاع الطياره ساعه نعم انا مش فقدت الامل انا اصلا كان ما عندي امل ولا حتى يعني بالسالب يمكن نعم اكلم استاذ قال لا في امل ان شاء الله الامور طيبه استاذ صلاح ادخل قال لا قاعد مع شخصيه ايجابيه يقول نعم. لي ولا ويعطي ايحاء وما اعطي الولد ايحاء انه هو جاي معنا واذا ترى ما جيت في ترى الساعه 12 طياره انت جاي معنا استاذ صلاح اتصلت الساعه باق على الطياره حوالي نص ساعه الكونتر سكر استاذ صلاح الا الاخ اللي انا اكلمه تو رد علي كان باقي 45 دقيقه على الطياره الاخ رد علي الو نعم قال لي انا الحين صاحي وجايلك المطار تاسس صلاح الاخ جايلك قال لي حلو في وقت تخيلي انتظر استاذ صلاح القائد قائد الفرقه افتحوا له الكونتر افتحوا له الاسماء دخل اسم الولد تفاجأت ان الاستاذ صلاح بالنيات اكيد كانت نيتكم طيبه تفاجأت صلاح نعم. انه موجود في الطائره هذه كانت بداية القيادة ولله الحمد نعتبر أستاذ عبد الناصر مقطع كلامك إلا بالخير هذا الموقف البسيط اللي حصل قبل إقلاع الطيارة والتوجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة اللاجئين السوريين هناك أكيد كان من خلالها تم حصول الطلبة والطالب نفسه اللي تأخر على رسالة تربوية منها تفاؤل منها إيجابية ومنها عدم التفكير بسلبية أستاذ نعم. يعني هذه كانت درس لنا كلنا نعم. إن كان صبر أنا تحمل بقول لك نقطة ثانية أيضا قبل سفر الطلبة كان في اجتماع لأستاذ صلاح مع الطلبة تنظيم الرحلة تهيئتهم نعم. أيضا كان في تجميع مبلغ للـ 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 للرحلة للاجئين تخيلي عدد الطلبة 8
ثمان طلبة جمعوا للرحلة للاجئين 80,000 ريال. تبارك الرحمن. 80,000 ريال من طلبة إعدادية ابتدائية إعدادي ثانوي وإعدادي، يعني طلبة عاديين، ما بتقولين إن 80,000 خلال يمكن 10 أيام أو 8 أيام. ما شاء الله عليهم. كانت الرحلة وصولنا، حطوا شنطكم نزول، كانوا مرتبين. هم طبعا تفاجؤوا بالوضع. لاحظنا من خلال حساب الأستاذ صلاح اليافعي بعضهم تأثر وكان في بكاء، كان في تعاطف. هم مش بس تعاطف، الجميل ان دخولهم الى 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 الأسر، كانوا مثلهم مثل الأسر، يجلسون مع الأطفال. كانوا احنا عندنا كانت توزيع مساعدات عينية وتوزيع مواد. كانت المواد ما يرضون الطلبة، ما يرضون ان حد يشيلهم عنهم، كانوا يشيلون كوارتيم نفسهم. والله كانت احيانا في الدور الثالث والرابع يشيلونهم، ما في لفتات، كان اهم نفسهم نساعدكم، لا ما حد ساعدنا، احنا نقدر. يشيلون نفسهم ويدشون عليهم ويشيلونهم، عندهم الحلويات، يقعدون مع الأطفال. يعني كان إحساس بالمسؤولية وإحساس أن هذول أسرهم. وصلت، إحنا كنا القصد من هذا الموضوع أنه يوصل الإحساس، ترى هذول مثل ما أنتم جايين من مكان في نعيم، ترى أنتم جايين إلى أسر متعففة وليست فقط محتاجة. الإحساس بأخوانهم وأخواتهم أكيد. والله في ناس بكوا. في ناس يوم دخلوا الأماكن قالوا أستاذ إحنا عايشين في قصور. قال يعني إحنا ما كنا نتوقع أن في ناس عايشين بهذه الطريقة. أستاذ عبد الناصر، مثل هذه الرحلات اللي يتم تنظيمها مع مجموعة من الجهات اللي موجودة في الدولة، نعم، في رحلات إغاثية في مختلف دول العالم، ما هو المقصد منها؟ يعني لو نتكلم أن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله، مشاركة مجموعة طلبة وأيضا أساتذة تربويين كالأستاذ صلاح اليافعي، ما هو المغزى أو هدف المؤسسة من هذه الرحلات؟ أستاذ، هو أهم شيء زرع القيم. نعم. زرع إحساس المجتمعي أنك أنت عليك مسؤولية في المجتمع الداخلي والخارجي، توصلها إلى هذه الناس المحتاجة. نعم. يعني إحنا دائما نقول الله لا يجيبها إن شاء الله، إحنا دائما نقول الدنيا دوارة، فما يوم تدري لك ويوم يوم عليك. لك ويوم عليك. نعم. يعني يمكن إذا عندي وقت، يمكن إحنا كان عندنا قلت لك عن موضوع تنزانيا. نعم. القلوب الصغيرة. نعم. هذه كانت أيضا مؤسسة راف، من مشاريع راف الإنسانية المتميزة، اللي الأستاذ الدكتور عايض القحطاني اللي تميز. نتوجه له بالتحية أكيد، يعني على جهوده. يعني هذا إنسان إذا شفتي شيء غريب تدري ان الدكتور عايض القحطاني هو سبب فيها، حطي بين خطين. يعني ما شاء الله عليه، يستحق الثناء. اي والله يستحق الثناء. يعني القلوب الصغيره هذه مؤسسه اطباء سعوديين، مؤسسه شراكه بين ايضا مؤسسه خيريه، مجموعه اطباء واداريين وكوادر اداريين، حوالي من 36 شخص، من 2012 هم تقريبا بدأوا. نعم. يعالجون في حوالي يعني في السنة عندهم 4 مراحل أسبوع تقريبا، يطلعون كل 3 شهور يطلعون أسبوع. رحلة عبارة عن رحلة علاجية. علاجية للدول الفقيرة. نعم. فقط، مجانية، غير ربحية. غير ربحية. نعم. يدخلون المستشفى من الساعة 7 الصبح لين الساعة 9 أو 10 بالليل، والله ما يطلعون من عملية لعملية. تبارك. أنا دخلت مع، أنا شفتهم بالعين وقعدت معهم في تنزانيا. يعني وهذه كانت تجربة، يمكن أنا على مراحل هذه كلها الشيء الوحيد اللي شفته، اللي أنا مستغرب إلى الآن قاعد أقول لهم، أنا رحلاتي كلها في جهة ورحلة تنزانيا في جهة. كانت قبلهم رحلة من أستراليا، أطباء من أستراليا وأطباء من الكيان الصهيوني إسرائيل. نعم. فكانوا هذول الجهات، وكانت من فرنسا الجهات هذيلا جاءوا، كل واحد اللي سوى عملية 12 عملية
الإسرائيليين جاءوا بعدين عملوا أول شيء الإسرائيليين جاءوا عملوا حوالي 12 عملية. نعم. بعدين الفرنسيين حوالي 18 عملية. بعدين الإسرائيليين عملوا 26 عملية. يوم جاءوا الأخوة هذول طبعاً هم الشباب هذول كأنك قاعدين مع بعض في مجلس. هذا يخلص عملية وهذه راجع على الثاني. جميع العمليات أستاذ عبد الناصر عمليات القلب. قلب أطفال. نعم. والجميل في هذا أن يوم جاءوا قال أنتم تبون تسوون حق المسلمين ولا فقط المسلمين؟ قال لا، إحنا عمليات إنسانية. نعم. اللي يدخل عندنا سواء مسلم أو غير مسلم. يعطيك العافية أستاذ عبد الناصر. ودنا أن يطول هذا الحديث للتحدث عن مشاريع وبرامج مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية. مشاريعكم أكيد تؤجرون عليها في خدمة جميع المحتاجين وخدمة المجال الإنساني إن كان محليا أو دوليا لكل من هو محتاج. السيد عبد الناصر الفخرو مساعد مدير سفراء الرحمة في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية. يسعدنا أحبتنا أن احنا نذكر لكم في أسفل الشاشة وسائل التواصل مع المؤسسة. لا ننسى أن احنا مقبلين على شهر فضيل، شهر رمضان الكريم. لكل من تجود نفسه بالتبرع لمساعدة المحتاجين لا يتأخر ولو ثانية، أو ممكن بالدعاء الطيب لكل من هو محتاج. أكيد جميع أفراد المجتمع إن كان محليا أو خارجيا من المحتاجين يحتاجون دائما عونكم ومساعدتكم. يعطيك العافية أستاذ. أشكرك على الاستضافة الطيبة. شكرا أختي أسماء. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. أحبتنا خلونا وياكم نتعرف على أوجه التشابه بين وسائل التواصل الاجتماعي مع السيد عمار محمد من خلال هذه الفقرة التكنولوجية. حياكم الله مشاهدينا الكرام. من فينا دائما يسعى انه يحافظ على خصوصياته على مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا اليوم راح تكون عن اعدادات الخصوصيه على اهم ثلاث مواقع اجتماعيه، فحياكم الله. المواقع الاجتماعيه الثلاث اللي راح نتكلم عنها موقع الفيسبوك وموقع تويتر وموقع الانستغرام. الاشياء المشتركه بينها في الخصوصيه ان احنا دائما نحاول نشارك باسم صريح وبريد الكتروني صحيح ممكن ان احنا ندخل عليه. الشيء الثاني دائما حاولوا تختارون كلمات سر صعبه على الاخرين اللي يخمنونها وسهل احنا نتذكرها. الشيء الثالث حتى نحافظ على خصوصياتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي ان احنا دائما نكتب رقم جوالنا صحيح. ليش هذه الخطوات مهمه؟ لان في حال تعرضنا لاي اختراق راح توصل لنا بياناتنا الصحيحه اما عن طريق الجوال او عن طريق البريد الالكتروني. أما عن الخطوات اللي ينفرد فيها كل موقع اجتماعي عن الآخر، فمثلا لو بدينا في موقع الفيسبوك، الشركة قدمت صفحة خاصة في إعدادات الخصوصية اسمها Privacy Setting. لو وصلتوا لهذه الصفحة راح تراجعون فيها أمور كثيرة، من بينها إعدادات الخصوصية للمنشورات اللي شاركتوها مع الناس اللي حولكم. فمثلا عندنا إمكانية أن احنا ننشر المحتوى ونشوفها بس احنا أو أصدقائنا أو أصدقاء أصدقائنا. كذلك من الأمور المهمة في صفحة إعدادات الخصوصية في موقع الفيسبوك نتأكد دائما أن الأصدقاء الموجودين معانا فعلا نعرفهم. في حال الاختراق في موقع الفيسبوك لصفحاتكم راح يطلب منكم الموقع التأكد من أسماء وصور الأشخاص اللي يكونون في قائمة الأصدقاء معاكم. أما إعدادات الخصوصية في موقع تويتر، بإمكاننا نخلي الحساب حساب خاص، يعني ما في حد يشوف المحتوى إلا الناس اللي تابعوني واللي أنا اخترتهم أن يكونون من ضمن أصدقائي. كذلك يمكنني موقع تويتر أن أنا دائما يكون عندي إشارة أو إشعار لأي تنبيه في حالة أي اختراق لحسابي. حتى توصلون لهذا الموضوع تأكدوا أن تكتبون رقم جوالكم بشكل صحيح وتراجعون إعدادات الموبايل الموجودة على صفحتكم الشخصية في موقع تويتر. أما موقع الانستغرام فإعدادات الخصوصية فيه تمكنني أن نتحكم في عرض المحتوى من صور أو فيديوهات. حتى نوصل لهذه الخطوة علينا مراجعة الإعدادات، بعدها إطفاء أو فتح ميزة الحساب المحمي أو الحساب الخاص.
أما النقطة الثانية وهي أهم ما يميز موقع الإنستغرام، الشركة خصصت أكواد سرية من خلالها راح تحمي حساباتنا في حال الاختراق. حتى تحصلون على هذه الأكواد أو الرموز السرية علينا مراجعة الإعدادات أو السيتنج، بعدها ميزة تو فاكتوري أوثرايزيشن أو ميزة الأمان الثنائي، بعدها راح نحصل على 5 أكواد يتيح لي إياها موقع الإنستغرام. ولو نسيت كلمة السر في حسابك أو حد اخترق حسابك، بإمكانك تستخدم واحد من هذه الأكواد السرية حتى يرجع حسابك. في الختام، موضوع الخصوصية موضوع جداً كبير، راح تتحكم في خصوصياتك ومحتواك بضغطة زر، والأمر راجع لك. أما تخلي محتواك خاص وتشوفها بمجموعة محددة من الناس، أو تكون حياتك مكشوفة على الملأ. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مرحبا فيكم أحبتنا، وصباح الصحة والعافية والاهتمام بالجسد، لأن العقل السليم في الجسم السليم. أحبتنا، في هذه الفقرة راح نتكلم تحديدا عن الأطفال في عمر 6 شهور والغذاء المناسب بالنسبة لهم مع أخصائية التغذية ريهام بدورة من وزارة الصحة العامة. حياك الله ويانا. أهلا. يا هلا ومرحبا فيك يا ريهام. شكرا. وطاولتنا اليوم عامرة بمجموعة من الأغذية، فواكه وخضروات و بعض المأكولات المناسبة للطفل في عمر 6 شهور. خلينا نتكلم في البداية ريهام، متى نبتدي نعرف أن الطفل بدت عليه علامات أن ممكن أن احنا نعطيه مجموعة من الأغذية إضافة إلى حليب الأم؟ هو بداية أحسن عمر أن الطفل يبلش يأكل فيه مع حليب الأم، مع حليب الأم الواحد أنه يبلش يأكل أطعمة تانية من عمر 6 شهور. 6 شهور. وفي علامات ممكن تبين يعني أنه الطفل جاهز. أول شيء أنه يكون يجلس بنفسه، يعني ما يكون مثلا ممكن يوقع أو شيء، لا، أنه بيقدر يسند نفسه وهو جالس. غير هيك أنه مثلا يكون في عنده اهتمام لما يشوف أنه اللي قدامه عم بيأكل شيء، يكون في عنده اهتمام أنه يعرف شو هذا اللي عم بيأكله، شيء أنه بده يجرب طعم جديدة. طبعا هذا بعد 6 شهور. وبيعمل 6 شهور يمكن لو نعطيه اي نوع من الاطعمه ممكن يتناولها، طبعا لانه بتكون طعم مختلفه. بس هي لانه قبل 6 شهور حليب الام يعني بكفي كاملا، ولا مي ولا اعشاب ولا اي شيء، بس حليب الام قبل 6 شهور. بس انه بعدها انه مثلا انه لما يشوف انه اللي قدامه عم بياكل وبيكون مهتم، لما يعمل حركه انه حركه المضغ كمان معناها انه هو قادر. حتى في بيكون الاطفال 6 شهور مش ما عندهم اسنان، بس عشان هيك احنا بنعملهم اكل مهروس. نعم. مثلا انه بيكون في عنده تناسق بالايد وفمه، يعني تقريبا انه يكون التناسق هذا عشان يقدر اذا لما يكبر شوي اكثر يتناول الاكل بايده لحاله، اللي هي مثلا اللي بنقولها فينجر فود، او الاكل اللي بياكله بايده يعني. نعم. ريهام، احنا نتكلم في عمر 6 شهور، هل بامكان الطفل انه هو يميز ما بين الاكل اللذيذ او غير اللذيذ؟ المقصد من هذا السؤال، هل تهتم الام بنوعيه الطعام من ناحية الطعم؟ هل ممكن أنه يستسيغ الطعم؟ طبعاً. يعني هلأ مثلاً أنه إذا في عندنا أطفال بيكونوا حتى من لما بتشوفي مثلاً في ناس من 5 شهور 6 شهور مثلاً ممكن يلحسوا الطفل أنه يدوقوا أشياء معينة، بتلاقي أنه الطفل على طول أنه ممكن بيهتم، ممكن أنه يذوق الأكل ويعرف طعمه. صحيح، بيكون مهتم أنه هاي طعم جديدة عليه، مع أنه حليب الأم كل يوم يعني حسب اللي بتاكله الأم تختلف طعمة حليب الأم، مش نفس الشيء بتكون، بس تل أنه الأكل يعني أنه ملمس غير، طعم غير، شيء جديد عليهم. في كثير مرات ممكن انه الطفل ما يتقبل نوع من الاطعمه، يعني مثلا انه ما يعجبه، فممكن انه الام اللي تعمله انه بعدها ب3-4 ايام ترجع تحاول مره ثانيه.
وهي هاي الطريقه كثير نفعت مع اطفال انه يقدروا انه يتناولوا الاشي اللي ما كانت عجبتهم او يستسيغون الاكل من بعد ما كانوا يرفضونه. صحيح. وبالتالي انهم يقدرون ياكلونه. ما هي نوعيه الاكل الغير مناسب بالنسبه للطفل؟ احنا اكيد راح نتكلم عن الاغذيه بما ان طاوله اليوم في مطبخنا عامره بمجموعه من المنتجات الغذائيه، لكن حابين نتكلم بدايه عن بعض الماكولات اللي لابد ان يتم منعها عن الطفل في عمر الست شهور. هلا من اول الاشياء واكبر الاخطاء اللي ممكن تنعمل مثلا خاصه بالوطن العربي هو العسل. العسل لازم ما غير مناسب؟ لا، قبل السنه ما بصير انه نطعم الطفل عسل، لانه بيحتوي على ممكن يحتوي على نوع من البكتيريا. بعد السنه عادي انه اي شخص بيكون انه خلص انه بعد السنه انه بيقدر يحاربه وما يتاثر منه، ولكن قبل ممكن انه يتاثر الطفل منه وحتى يسبب اشياء يعني مش كويسه. شنو اللي ممكن يسببها للطفل؟ هل نتكلم عن بما انك تفضلتي وذكرتي في نوع من البكتيريا؟ نعم، في نعم. هو بيعمل مرض يعني هو بيقولوا له بالانجلش بوتيوليزم، فهذا انه بيكون اعراض هذا المرض بيصير في مثلا مثل تشنج وهيك، وحتى ممكن يعني لا قدر الله ممكن يسبب للموت يعني بعدين. بس انه طبعا يعني هذا انه صارت، بس يعني عشان الواحد يتجنب انه كان هذا العسل بيحتوي عليه ولا ما بيحتوي، الواحد يتجنب لعمر السنة. طبعا احنا ما نخوف مشاهدينا من طبعاً هذا الموضوع. والموضوع اكيد توجيه الرساله بالنسبه لكل من يشاهدنا، نتكلم تحديدا عن الاغذيه المناسبه للطفل في عمر الست شهور، والعسل يفضل عدم اعطاء. صحيح. الطفل في هذا العمر حتى عمر السنه، حتى عمر السنه بالاضافه للحليب. لحليب نعم. البقر كمان، حليب البقر ايضا. أي. الابتعاد عن العسل وحليب البقر بالنسبه لاعطائهم للاطفال الرضع في هذه المرحلة. هذه بعض المنتجات، هل في منتجات أو أطعمة ثانية ممكن نحن نذكرها لمشاهدينا بحيث أنهم يبتعدون عنها؟ هلا ممكن كمان بنحسب المكسرات عشان بس نتجنب أنه يصير في أي اختناق. حساسية يعني. الاختناق والحساسية طبعا. فالواحد بتجنبها لحديت ما أنه الطفل يكون قادر أنه لا تتكون كمان معدته وجهازه الهضمي بطريقة جيدة لعمر السنة. نقدر أكثر عشان أنه نتجنب أي احتمال للحساسية ممكن يأثر عليه بالمستقبل يعني. نعم. اللحوم والأسماك واللحوم الحمراء وأيضا البيضة، هل هي مناسبة للطفل؟ ما في مشكلة، يعني في ناس ببلشوا من الست شهور، في ناس ببلشوا من الثمان شهور. ويعني ممكن الواحد ما رح تكون ثقيلة بالنسبة للطفل؟ ما هي ممكن الواحد يستعمل الأسماك البيض، اللحوم البيضة مثل الأسماك مثل الدجاج مثل الشيء، حتى أسماك أول شيء بعمر صغير، يعني ممكن على ست شهور مثلا السمك الابيض مثل الهامور مثل كذا، وممكن على اكبر شوي ان يستعملوا اللحوم، بس بشكل عام هو ما بياثر يعني ما يأثر. الدراسات ما بياثر. طيب بما ان احنا تطمنا على عيالنا في عمر الست شهور من تناول اللحوم الحمراء وايضا البيضاء، ننتقل وياكم احبتنا مع اخصائيه التغذيه ريهام بدوره في التعرف على بعض المنتجات الموجوده معانا في مطبخنا اليوم. تحدثينا عنها ريهام، هل هي من المنتجات الغذائية اللي تنصحين فيها للأطفال في عمر الست شهور؟ معظمها. صحيح، معظمها. أول شيء مثل ما كنا عم نحكي بالنسبة للحوم، في هون سمك هامور مقطع. يعني مقطع، هو مسلوق، بيكون مسلوق، ممكن انه ينهرس مع انواع من الخضار. يعني مثلا احنا عندنا هون اللي هو القرع العسلي مهروس، فممكن مثلا نخلط معه اليقطين او القرع. اليقطين او القرع بالضبط. نعم. اوكي، نخلط معه انه هو مثلا والكوسه، ينخلطوا مع بعض، وممكن نهرسهم لطفل اصغر بالعمر، ممكن للعمر اللي اكبر 8 شهور او لفوق، ممكن يضلوا على قطع. ممكن يمضغ الطفل عمره 6 شهور في مجال انه هو يمضغ الوجبه بسهوله وما يعاني؟ لا، اذا ما في اسنان ما حيقدر كثير، وسبشلي لو كان من الست شهور راح يكون يعني اصلا اكثر اعتماده على حليب الام. نعم. احنا الفكره انه من الست شهور انه عشان الطفل يتعود على الطعم الجديد، على انه طريقه اصلا الاكل، اكل الطعام الصلب، فهي بتبلش بمراحل، فلازم تبلش باول شيء اكل مهروس. نعم. قريب للمي، يعني مثلا احنا عندنا هون مهروس التفاح مثل قريب للمي. مضاف له شيء او تفاح ومي فقط؟
يعني هو مضروب بالخلاط. صحيح. نعم. إيه يعني مثلاً إنه التفاح نوع كتير كويس يكون إنه كطعام أولي للطفل. ممكن الخضار ممكن الفواكه يعني، بس إنه إحنا بننصح عادة إنه يكون الخضار أكتر كأكل أولي للطفل. ومن أحسن الأطعمة لطعام أولي يكون القرع أو الجزر أو الكوسة أو ممكن البازيلا لحتى المهروس في أو 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 الزهرة. الزهرة كل هاي أنواع جيدة جدا للطفل. ليش؟ لأنه ليش إنه منفضل الطعام الخضار من الفواكه؟ عشان الفواكه طعمها حلو. نعم. فلما يأكلها الطفل رح يستسيغ الطعام الحلو، وبعدين لما نطعميه شيء خضار ما رح يتقبله. نعم. فإحنا أول شيء نعوده على طعمة الخضار اللي هي مثلا حتى معظمهم يعني فيهم شوية حلاوة بس مش قد الفواكه، ف نعودهم على هاي الأطعمة أول بعدين على الفواكه. الفواكه بتكون بالنسبة لهم سهلة، سهلة. فبالتالي نبتدي بالأصعب ومنكمل أسهل. صحيح. وبعدين حتى يعني كأنه لهضمها كتير كويسة أنه الأطعمة هاي أنه للطفل اللي بيكون عمره 6 شهور. بالإضافة للأفوكادو، أنه لو مثلا حدا أنه استعمل الأفوكادو مثل ما هي بس أنه تكون الطرية، يعني أنه نختار ممكن هرسها بالملعقة وإعطائها للطفل بس. نعم. بدون شيء. هو أهم شيء إنه بالنسبة للطفل من عمر 6 شهور إنه نبلش بنوع واحد من الأطعمة، ما نعمل خليط ببداية. لأن الطفل يكون في مرحلة التعرف على الغذاء من بالزبط. بعد حليب الأم راح تكون بالنسبة له العملية صعبة إنه يتم الدخول فجأة بمجموعة من الأغذية. إيه؟ أما بالنسبة للأغذية الثانية الأخصائية ريهام، نلاحظ وجود شمام وخوخ صحيح. وأيضا بعض المنتجات الغذائية الثانية، هل يتم تقديمها للطفل بعمر 6 شهور أو أكبر؟ هلأ إحنا مثلا أول شيء عنا أول شيء هون الفواكه مقطعة، هي مش مهروسة. الفكرة منها الفواكه والخضار، يعني الفكرة منها أنه هاي لما يكون الطفل بعمر يعني لنقول تقريبا بين 8 شهور 9 شهور بيكون بيجلس وبيقدر يمسك بإيده ويتناول الأكل لحاله. طبعا بالنسبة للبازيلا لازم أنه يكون في مراقبة من الأم عشان بس أنه الواحد يتجنب خطر الاختناق. بس أنه ممكن أنه يأكلها بإيده اللي هي فينجر فود، أنه مثلا حيصير فيه بعمر أنه خلاص يعني ما بده أنه الأم هي للطعمية كل الوقت، ممكن بدون استخدام الملعقة يتناول بيده. بالضبط بالضبط. فأنه مثلا ممكن نقطع الخوخ أو الشمام، أو حتى في أنواع من البسكوت الخاص للأطفال، ممكن حتى الأم هي اللي تحضره بوصفات خاصة للأطفال. نعم. هلأ مثل ما قلنا أنه لازم أنه بالنسبة للطفل من أهم الأشياء اللي لازم الأم تدير بالها عليه أنه ما نطعم الطفل أنواع جديدة من الأطعمة بشكل عام. نعتبر هذه النصيحة الأخيرة اللي ممكن نقدمها لمشاهدينا. أيه؟ بالنسبة للأطعمة الثانية اللي ممكن تضاف إلى طعام الطفل بعد عمر 8 شهور. لا بس أول شيء معلش إنه لازم إنه نتجنب بس علشان الحساسية. نعم. في إنه لازم إنه الطفل يأكل نوع واحد ونستنى يعني إنه نوع واحد من الأشياء الجديدة، نستنى إنه طعمي أشياء تانية إنه من اللي بيعرفها على 3-4 أيام، نتجنب إنه الطفل عنده أي حساسية من. نعم. من الأطعمة. هلا بس على عجالة نتعرف. ايه أخير النظرة أخيرة بس من المجموعة كلها الغذائية اللي لازم الطفل يتناول منها، مثلا احنا عندنا هون خليط الشوفان مع التمر، في عندنا هون كمان الإجاص نفس الشيء محضر مثل الأطعمة الثانية مسلوق أو بالبخار أو غيره، في اللبن ممكن كمان بعد ال6 أو 7 شهور ممكن إنه الطفل يأكل. نعم. لبن مش حليب البقر، اللبن ممكن. نعم. هون إحنا في عندنا كمان إنه هي البقوليات مع ممكن المكرونة السمراء والرز الأسمر. صحيح. نعم. الرز الأسمر والمكرونة السمراء، ممكن كمان في مع العدس. الأطعمة كلها ممكن نضيف إلها الخضار المهروسة، تكون وجبة أكيد لذيذة بالنسبة للطفل. بالضبط. أخصائية التغذية ريهام بدورة من وزارة الصحة العامة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وأحبتنا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج فيض ضحى، نتمنى أن احنا وفقنا من خلال تقديم
مواضيعنا، وأيضا بإمكانكم التواصل معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تذكر في أسفل الشاشة. من فريق عمل برنامج في الضحى ومن أخذكم أسماء الحمادي بحب وابتسامة، أقول لكم مع السلامة.